اليوم نحاول نتعرفوا على الفرق ما بين ولا ندير واحد المقارنه ما بين تي سي بي ترانسميشن كنترول بروتوكول واليو دي بي يوزر داتاغرام بروتوكول. تي سي بي بروتوكول التواصل الموجه، يعني باش نبغيو ننقلوا المعلومات ما بين جوج بيسيات ولا ما بين بي سي وسيرفر، هاد تي سي بي عنده واحد النظام معين اللي تيضمن بان داكشي اللي بغينا نداونلو ليه ولا اللي بغينا نصيفطوه ولا اللي بغينا نستقبلوه ديك المهمه غتتم 100%. عنده واحد الخطوات معينه، تي سي بي هاند شيك، بي سي الاول اللي باغي شي معلومه تيكومونيكي مع البي سي الثاني ولا السيرفر بواحد الاشاره ديال السين ولا سينكرونايز، من بعد البي سي الاخر ولا السيرفر تيرد عليه بواحد نوليدجمنت تيقول له اوكي عرفتك انت كاين، تيصيفط له واحد السيريه معينه، وفي نفس الوقت راهم تيراقبوا واش المعلومات تتوصل، واش توصل صحيحه ولا ما توصلش صحيحه. من بعد البي سي الاول اللي صيفط السؤال الاول ولا الكلاينت تيصيفط له تيقول له بان هذيك النوليدجمنت اللي صيفط لي راه وصلت لي، عاد تيبدا التواصل ولا تيبدا نقل المعلومات ما بين البي سي البيسيات ولا ما بين البي سي والسيرفر. بهذه الطريقه تيضمن بان المعلومه غادي توصل. ولا طرا شي خطا الا كانت نقل المعلومه تبدا وطرا شي خطا، هاد تي سي بي تيضمن تيعاود يسول، دائما تيسول واش وصلاتك الباكيت ولا واش وصلاتك المعلومه كلها، الا كانت ناقصه عاوتاني تيعاود يصيفط من الاول. المهم تتم العمليه بنجاح. تي سي بي مثلا تنشوفوه في الداونلودين تيداونلودي يعني 100%، ولا كان شي خطا في الداونلودين تيعاود من الاول حتى الا كانت شي ويب سايت شي صفحه الكترونيه بغينا نهبطوا منها شي حاجه تيبدا يعاود حتى تتم العمليه عاوتاني بنجاح. اللي اساسي في تي سي بي انه مضمون وموجه، المعلومات تيوصلوا صحاح وبالنظام اللي خصو يكون. بالنسبه ليو دي بي لان ما فيش هاد المراقبه بزاف، هذه يوزر داتاغرام بروتوكول، حتى هو تيستعمل نقل المعلومات بحال تي سي بي، ولكن اللي فيه انه ما كايناش مراقبه، ما كايناش متابعه، تيصيفط المعلومه وما تعاودش يسول واش وصلات ما وصلات صحيحه ماشي صحيحه. الو شنو غيكون؟ غيكون سريع، غيكون او دي بي غيكون سريع على تي سي بي لانه ما تيديرش هاد الهاند شيك، ما تيراقبش المعلومه، بغيتي شي حاجه تيصيفطها وصافي تسالات الحفله. هذا هو الفرق، يعني الفرق اللي واضح ما بين تي سي بي والاو دي بي.